أن تفارق الأهل وتقضي الأعياد في جبهات القتال ليس بالأمر السهل، هكذا تقول الصورة في أيام عيد الفطر المبارك هنا في جبهتي ميدي وحرب، حيث يرابط جنود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولسان حالهم ننتظر عيدنا الأكبر يوم أن يتحرر الوطن من الميليشيا الإنقلابية، حينها فقط سيكون لفرحتنا معنى والاحتفالنا مذاق كل الأعياد. والعيد سيكون إن شاء الله عيدنا الأكبر يوم تحرير الوطن من أولئك الميليشيات المرتزقة. بهذه الطريقة يستقطعون وقتا يسيرا للفرح والبهجة، مع أن الحزن أيضا هو الغالب، يشعرون بالفقد والحنين لزملاء فقدوهم في الحرب ويشتاقون لبيوت طالما كانت حضنا دافئا لأفراحهم وأطراحهم. طبعا طبيعة الإنسان يتمنى أن يكون بين أهله، لكن هؤلاء كلهم ليسوا أغلى من الوطن ولا أغلى من العقيدة. طبعا يعني نحن نتمنى أن نحن أرواحنا وأصحابنا يعني كلنا هنا في سبيل استعادة الدولة واستعادة الوطن، لكن هم الوطن عظم في نفوسهم ولم يدع لهم فرصة إلا خوض معركتهم بكل تحدي. فالواضح هنا في جبهة الساحل الغربي في محافظة حجة أن الأمر لا يقل عن بقية المحافظة، حيث يمضون نحو الهدف حتى وإن كان بأقدام حافية يبدو أنها لا تعرف التوقف والملل. ثمة خيارات كثيرة في الحياة بيد أنها تتقزم في زمن الحروب، هنا كان لهؤلاء الجنود خيارين فقط، التواجد بعيدا عن الأهل قريبا من الموت لكن بعزة، أو البقاء بينهم لكن تحت ذل وهوان الميليشيا، وها قد اختاروا الأولى دون تردد. لقناة بلقيس علي جعبور، حرب.